السروال البيجامه. Guys, it's Dweeba and welcome back to my channel. مهم كي نقدر تشوفوا كلب كديالي زوينو. مهم أول حاجة بعدا هذا اليوم ما فيش ديك المقدمة حتى نسيت مدرتهاش و هكذا نعاودها لكم عليا تخليكم نيشان في الموضوع. So كيما شفتوا في اللقطات أنا اللي مشيت للبال، مشيت للسوق، شفت بزاف الحوايج كلشي وعر. يعني اول حاجه خديتها هي هادشي، والله ما عرفت هاد اللعيبه شنو كتسمى. المهم كاسيطه هادي، هاد الكاسيطه هادي كنت كنقلب على مين كتشراها وكدا باش نعلقهم في البيت باش نديرو مزوق فيهم بيتي، ولقيت غير هادي اند كنت خدت 8 دراهم. ندوزو لتاني حاجة، واحد السويتر كنت حطيتو لكم انستغرام، وكلشي كلشي سولني من خديتو من البال من البال اخوتي، كلشي من البال. المهم اللي هو هذا، هذا 15 درهم ديال بول اند بير. وندوزو السويتر التاني، المهم انا نخليكم هنا كيجاني. المهم هذا ديال اش ان ام غوز، ما كتبانش شنو ديالو ولكن المهم هذا ب 20 درهم. هذا 20 درهم اللي بقات لي بالظلام خديت بها هذا. المهم دوزو ثالث حاجه هي هاد طربوش ولا كاسكيطه ولا ماعرفتش كيسموها، ماعرفتش صراحه شنو كيسموها. المهم هذا ب 10 درهم. المهم فاش مشيت للمول دفاس باش نشري حوايج، عرفتي شحال لقيتو بحالو غير هو مصوف ولا منعرفتش قدمو، ولا 100 درهم قيلا ولا 120 درهم ولا شي حاجة. المهم رابع حاجة هي اللي حاجة زوينة اللي واعرة صراحة، مزال جايكم ولكن المهم في الحوايج وكل مسالية الحوايج أصلا في الحاجة الرابعة، سروال ديال بول اند بير. معرفتش هدا ماشي باراشوت بانس ولكن بحالو، واحد التوب ماشي ديال باراشوت انا وريكم انا كي جاني. هذا غالي صراحه، ما بيعش، ماشي غالي ماشي غالي، ماشي 100 درهم ما فيتش 50 درهم، ولكن غالي بالنسبه مقارنه بهادشي اللي خديته 40 درهم. واه ام سو براود اوف ماي سيلف، بالرجول بالرجول بغيت تعز الحوايج في البال ديوني معكم. وهاد الشيء ما كنطيحش فيه ميزه زوينه حيت كنمشي معطله توحش حوايج الدرهم. هادشي حاليا اللي خديت ملابس. مهم كلكم عارفين بلي عندي مشكل في الباكس في السكن، ماشي كلكم ولكن مهم فاش كندير لكم في تشيك ولا جيت ريدي ويز مي ولا تصاور مكتلقاوش كنتصور بالسكن بزاف، ولا كتلقاوني كنتصور بنفس السكن. المهم انا عندي توت باكس بزاف ماشي بزاف، كمهم عندي شي 3 كنبقى نبدل نبدل نبدل، وعندي ساك واحد كنتخدم حتى هو شحال هادي مال البال. ان كاس وات انا كنت ماشي على البال على ود السكن، ما نكذبش الله ما كنتش هو ناخد كاع حوايج، كان كاين عندي فلوس وخديت كلشي. خديت سكن 75 شيط، عرفتي فاش كنجي في الطريق خصني الا تعيط تقلد تقلد زيت ما كان تحت لي عاوني بعدا. معليش نوريكم شنو خديت. اول حاجه خديت المهم ماشي كله بثمن واحد، يعني نخليكم ثمن 3000. هذا هو الوحيد اللي ترددت ناخذه، كان في التلاقي في الكواج عندي فلوس هذي ما لقيتش بحال مرة أخرى. تاني حاجة بلو نوي تجي بحال هكا ناقص من بعد بزاف، في جوج جيوبا هنا و هنا زوين، عرفتي فغيمون فغيمون متحمسة باش نلبسهم مع شي حاجة فور ريل. المهم تالت حاجة هي هاد الشكارة،
جايه فينتاج وجدها زوين، حتى الديزاين ديالها الصراحه زوين، المهم الديزاين ديالك تحل بحال هكا وجيب من هنا هذا ماشي شاشه دراهم زعما فيها دو فاصون باش كتلبس بحال هكا هكا فاصون تانية كدير شي كرايجي واعر بالرجولة زوينة الصفر الخروج أي حاجة. المهم كيما قلتلكم فيها هاد الجيب هذا وهاد الشيب هذا وهذا حاضر هنا فين كديروا المسائل ديالكم تكتبوا هذاك الشيء. واحد اخر المشكل اللي بغيت يفرقكم شي حد ولا يعيش فرقكم في الطوبيس يحسبون بلي كاين غير هاد الشيب هذا قريبة انا بحاجة وهاد الصاك هذا تا هذا فيه جوج جيوبا كبار جوج جيوبا جناب في الجناب كي داير خمس حال تا هي واحد الساك يجي بحال هكا هاد السنيسلة هادي نديرو له بحال هكا أكثر واحد عجبني هو هذا تفكرت بحال الحالة تاني نسيت ما وريتهالكمش حيت مستعملاها ونسيتها المهم الثمن ديال هاد الشيء كامل هو 75 درهم سي كان بخمسة درهم يعني كل واحد 15 درهم قلت لكم تهالي خديت خمسة درهم ديجا حتى في الماكل ديالي هنيونا ولكن بالرجولة هاد الشيء اللي خديت هاد النوبة هادا حسن اللي خديت النوبة الأولى والثانية والثالثة بالرجولة بكل احترام وكاين هاد الشاب في القمة وحق الله يتا I am proud of myself. إيه، هادشي الحوايج هنيونا شابو ليا ما عرفتش علاش حسيت بلي دغيا سالت معاكم المهم كنت ما نطولش عليكم فريمون هادشي زوين المهم حنا غادي يكون سالا الفيديو ديالنا نتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم داكشي اللي خديت طبيعة الحال عجبكم شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم زوينين والسبورت ديالكم كنبغيكم بزاف كنبغيكم كلكم كاملكم اللي كيبغيوني اللي ما كيبغيونيش ما عارفينش كنبغيكم and see you soon see you في next في next video شكرا بزاف باي باي.